فقال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك، يعني حتى اللقمة التي تطعمها امرأتك تؤجر عليها إذا قصدت بها وجه الله، مع أن الإنفاق على الزوجة أمر واجب، لو لم تنفق لقالت أنفق أو طلق. ومع هذا إذا أنفقت على زوجتك تريد به وجه الله آجرك الله على ذلك. وكذلك إذا أنفقت على أولادك، إذا أنفقت على أمك، على أبيك، بل إذا أنفقت على نفسك تبتغي بذلك وجه الله، فإن الله سبحانه وتعالى يثيبك على هذا.